السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاص. معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، مواعيد مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم أفريقيا 2026 بإذن الله تعالى. وطبعا وضحنا قبل كده إن أفريقيا بياخدوا منها 9 منتخبات اللي هم آسف جدا أصحاب المركز الأول من كل مجموعة. بالنسبة للنص منتخب اللي بياخدوه، افضل 4 في المركز الثاني بيلعبوا مع بعض لحد ما يوصلوا للنهائي، وبيتأهل منهم واحد. الواحد ده بيلعب بعد كده في تصفيات ايه بقى؟ الواحد ده بيلعب في تصفيات، يعني ما انا صح تقدر تقول ملحق كأس العالم، ملحق كأس العالم مع نص موجود في قارة تانية. هنقول بعد كده الكلام ده، النص ده ظروفه معناه ايه يعني. خلينا دلوقتي في التسعة اللي هم اللي بيتاخدوا من افريقيا، بيبقى المركز الاول من كل مجموعة. تمام، طيب متابعين الكرام، قبل ما ابدا الفيديو اتكلم عن المباريات وكده، احنا عندنا طبعا زي ما قلنا 9 مجموعات، كل مجموعه فيها 6 منتخبات. حلو الكلام، بيتقال صاحب المركز الاول من كل مجموعه. متابعين الكرام، قبل ما ابدا الفيديو ارجو من حضراتكم الدعاء لاخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. متابعين الكرام، البدايه باذن الله تعالى يوم الاربعاء 5/6/2024. طبعا مباراه تنزانيا واريتريا اتلغت، مش عارف مين فيهم اللي انسحب من البطوله او الفيفا استبعدته. المهم، البداية يوم الأربعاء 5/6/2024، والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم أفريقيا هي قنوات اس اس سي سبورت اللي هي السعودية طبعا. متابعين الكرام، سيراليون هتواجه جيبوتي بإذن الله تعالى، وتوجو أمام جنوب السودان، وناميبيا أمام ليبيريا، وأفريقيا الوسطى أمام التشاد. الأربع مباريات في نفس التوقيت، الساعة 7 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. طيب سيراليون امام جيبوتي، القناه الناقله لهذه المباراه، طبعا المباراه معاده الساعه 7 مساء بتوقيت جيبوتي ايضا. القناه الناقله لهذه المباراه هي قناه اس اس سي سبورت اتش دي 1 اتش دي الاولى. توجو امام جنوب السودان على قناه اس اس سي سبورت اتش دي اكسترا 1. ناميبيا امام ليبيريا على قناه اس اس سي سبورت اتش دي 2 الثانيه. افريقيا الوسطى امام تشاد على قناه اس اس سي اكسترا اتش دي 2. اتمنى اكون وضحت لك الامور. بعد كده عندنا مباراه قويه لفرقه عربيه، طبعا جيبوتي عربيه اكيد، يعني انا قصدي تونس، يعني هتلعب امام غينيا الاستوائيه، ودي مباراه قويه لان غينيا الاستوائيه اعتقد هي ند لتونس في هذه المجموعه. المباراه معاد الساعه 10 مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه، والساعه 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والقناه الناقله للمباراه قناه اس اس سي سبورت اتش دي 1 الاولى. وعندنا قناة ايضا تونس الوطنية الاولى هتذيع المباراة، وتونس الارضية لان المباراة تكون على ملعب منتخب تونس. يوم باذن الله تعالى الخميس 6/6/2024، ملاوي امام ساوتون برنسيب، المباراة معادها الساعة 4 عصرا او مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة. والقناة ناقلة المباراة قناة اس اس سي اتش دي اكسترا 1 اكسترا الاولى. بعد كده عندنا غينيا بيساو في مواجهة اثيوبيا، موريتانيا في مواجهة السودان، ليبيا في مواجهة موريشيوس، والكونغو في مواجهة النيجر. الأربع مباريات في نفس التوقيت، الساعة 7 مساء توقيت مصر ومكة المكرمة، والميعاد هو الساعة 7 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 6 مساء بتوقيت ليبيا والسودان. متابعين الكرام، موريتانيا أيضا المباراة معادها الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت موريتانيا. موريتانيا في مواجهة السودان، القناة الناقلة للمباراة قناة اس اس سي سبورت اتش دي 1 الأولى. ليبيا في مواجهة موريشيوس على قناة اس اس سي سبورت اتش دي 2 الثانية. الكونغو في مواجهة نيجر على قناة اس اس سي سبورت اتش دي اكسترا 2. غينيا بيساو في مواجهة اثيوبيا على قناة اس اس سي سبورت اتش دي اكسترا 1 أو اكسترا 1. بعد كده متابعينا الكرام، عندنا السنغال في مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبنين في مواجهة رواندا، والجزائر في مواجهة غينيا، ومالي في مواجهة غانا. الأربع مباريات في نفس التوقيت، الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7 مساء بتوقيت
جرينتشا موريتانيا. نبدأ بمباراة الجزائر أمام غينيا والقناة الناقلة للمباراة. عندنا قناتين، قناة الجزائر الأرضية وقناة الجزائر الأرضية وقناة اس اس سي سبورت اتش دي 1 الأولى، وكذلك عندنا قناة الجزائرية السادسة والجزائرية الأولى. متابعين الكرام، السنغال في مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، المقالة الناقلة قناة اس اس سبورت اتش دي 2 الثانية. مالي في مواجهة غانا على قناة اس اس سي سبورت اتش دي اكسترا 1 اكسترا الأولى. بنين في مواجهة رواندا على قناة اس اس سي سبورت اتش دي اكسترا 2. يوم الجمعة 7/6/2024، زيمبابوي في مواجهة ليسوتو، كينيا في مواجهة بوروندي، موزمبيق في مواجهة الصومال. ثلاث مباريات في نفس التوقيت الساعة 4 عصرا ومساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة وتوقيت الصومال أيضا. نبدأ موزمبيق في مواجهة الصومال على قناة اس اس سي سبورت اتش دي 1 الأولى. كينيا في مواجهة بوروندي على قناة اس اس سي سبورت اتش دي 2 الثانية. زيمبابوي في مواجهة ليسوتو على قناة اس اس سي سبورت اتش دي اكسترا 1 الأولى. أنجولا بعد كده هتواجه إسواتيني، وأوغندا في مواجهة بوتسوانا، مدغشقر في مواجهة جزر القمر. الثلاث مباريات في نفس التوقيت 7 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، و7 مساء بتوقيت جزر القمر أيضا، والساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. نبدأ مدغشقر في مواجهة جزر القمر على قناة اس اس سي سبورت اتش دي 1 الأولى. اوغندا في مواجهة بوتسوانا على قناة اس اس سي سبورت اتش دي اكسترا 1 الاولى. انجولا في مواجهة اسواتيني على قناة اس اس سي سبورت اتش دي اكسترا 2 الثانية. بعد كده عندنا منتخب مصر في مواجهة بوركينا فاسو، دي اقوى مباراة في مجموعة مصر. نيجيريا في مواجهة جنوب افريقيا، مباراة قوية. المغرب في مواجهة زامبيا، مباراة قوية جدا. ساحل العاج او كوت ديفوار في مواجهة الجابون. الاربع مباريات في نفس التوقيت الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، الساعة 7 مساء بتوقيت موريتانيا وجرينتش، الساعة 9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان. نبدأ مباراة منتخب مصر امام بوركينا فاسو على قناة اس اس سي سبورت اتش دي 1 الاولى، وكذلك قناة اون تايم سبورت اتش دي 1 الاولى. نيجيريا في مواجهة جنوب افريقيا على قناة اس اس سي سبورت اتش دي اكسترا 1 اكسترا الاولى. المغرب في مواجهة زامبيا على قناة اس اس سي سبورت اتش دي 2 الثانية. ساحل العاج او كوت ديفوار في مواجهة الجابون على قناة اس اس سي سبورت اتش دي اكسترا 2 الثانية اكسترا 2. يوم السبت 8/6/2024، الكاميرون في مواجهة الرأس الاخضر، مباراة قوية، الساعة 4 عصرا او مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة. قناة ناقلة المباراة قناة اس اس سي سبورت اتش دي 1 الأولى. بعد كده غامبيا في مواجهة سيشيل، الساعة 7 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة اس اس سي سبورت اتش دي اكسترا 1 الأولى. متابعين الكرام، أتمنى أكون وفيت وكفيت ما عدا طبعا المعلق مش معروف حتى الآن. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. لو اختلف القنوات الناقلة من قناة اس اس سي، ولكن هي القنوات الأربعة اللي قلت عليهم، اس اس سي 1 الأولى، اس اس سي اكسترا 1 الأولى، اس اس سي 2، اس اس سي اكسترا 2، هما الاربعه دول اللي هيذيعوا المباريات. لو اختلف دي عن دي والكلام ده كله، ولكن هي شبكه اس اس سي والاربع قنوات دول. كان معكم محمد نور الدين، اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.